اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقول قال ابن الجوزي عفى الله عنه وعنه: جاء الكلب إلى الأسد. من ملك الغابة؟ الأسد. فقال أكرمكم الله الكلب للأسد: قال النسمي هذا خسيس ولا يصلح لي، أريد أن تغير اسمي من كلب إلى كذا. فأبى الأسد على الكلب وقال: لا، إن من طبعك الخسة والخسيس لا يصلح له إلا كلب. فقال: لا، تغير اسمي. فعندما رأى الأسد الإلحاح من الكلب قال: اسمع، خذ هذه القطعة من اللحم واحفظها لي إلى الصباح، إن أتيت بهذه القطعة في الصباح أغير اسمك، وإلا تبقى على ما أنت عليه. أخذ الكلب هذه القطعة من اللحم ومشى. طيلة الليل وهو يفكر، جوع وكلب وأسد، آكل، متردد، يأكل يمشي يصنع ولا يصنع. فعندما قرب الفجر واشتد الجوع على الكلب، قال الكلب: والله إن اسم الكلب اسم حسن، وأكل اللحم. الذي لا يصبر عن المحرمات هذا رضي بالخسة، نسأل الله العافية والسلامة، ورضي أن يكون كلب. والذي يصبر عن المحرمات هذا رضي بالعزة وهو أسد. وانت تختبر نفسك الآن، وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والكافر نسأل الله العافية والسلامة إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، نسأل الله العافية والسلامة.